تشوه مرة أخرى، مرحبا بكم متابعينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من واحد الفيلا اللي هي مهجورة على مستوى مقاطعة أكدال في مدينة فاس. هذه الفيلا هذه اللي كيف كتشوفوا معنا في هذا البث المباشر اللي هي أصبحت مأوى ديال المتشردين، يعني الناس اللي كيتعطاو المخدرات السيليسيون. كذلك يعني هذا المكان هذا فهو رجع مأوى ديال الناس يعني الخارجين عن القانون، يعني الناس اللي كيجريسيو، يعني اللي كيجريسيو عباد الله فكيجيو لهنا. يعني شي حاجه اللي هي جد خطيره، بحيث يعني كاين الملابس ديال النساء، كاين حنا غادي نوريهم لكم، يعني كاين القنينات ديال الخمر، كاين يعني داك البواطات ديال السيليسيون، كاين كنظن اننا في الطبق الثاني غادي تشوفوا معانا كاين الدم، يعني في الحيط ما عرفناش واش هذاك دم ولا صباغه ولا شي حاجه اللي هي بحال هكا، فامور اللي هي شي شويه خطيره. الوغ الغايه من هذا البث المباشر هو اننا كنتمنوا ان المسؤولين المنتخبين في مدينه فاس او في المقاطعه ديال اكدال على الخصوص انهم يجيو يديروا حل هذه الفيلا هذه، لانه ما بغيناش ان تكثر الجريمه في مدينه فاس. وحنا كنتكلموا على فاس وكنتكلموا على الدور ديال السلطات الامنيه اللي كيقوموا به حاليا، فبالتالي المواطن كنشوفوا انه كيتعاون مع رجال الامن، كنشوفوا ان الامن خدامين ليل ونهار، فما يمكنش المجالس المنتخبه يعني الناس اللي عطيناهم الاصوات ديالنا ما يمكنش يخليوا هذه الفيلا بحال هكا، فبالتالي حنا كنعرضوا الحياه ديالنا للخطر. هذه القرعه هذه ما عرفناش شنو يعني نطلع الحوايج اللي كاينين في الدوزيام ايطاج ولا نهبطوا لاكاف؟ لاكاف هو هذا وقيلا. يعني هما مؤخرا هما شعلوا العافيه هنايا، كيف كتشوفوا يعني العافيه هما شعلوها، فهذا الشيء هذا زعما خطير. هما بالاضافه واحد الحاجه اللي هي ما كتبانش من هنايا، سنطلعوا لفوق، اجي نطلعوا لفوق يا خويا العزيز. واحد الحاجه اللي هي خطيره ان ماشي غير هاد الفيلا هذه، فكاينين هما فيلات يعني كاينين تقريبا ثلاثه، فهذا واكر يعني ديال الناس اللي ما عندهم ما يدار، يعني اي واحد كيتشمكر ولا كيتعطى السيليسيون في هذه المنطقه لا لكن بين كنبين يعني فكلهم كيتجمعوا هنايا. فهاد الشيء هذا زعما راه الامور شويه خطيره، ما شي خاص حل عاجل، ما يمكنش الامور تبقى بحال هكا. ماشي اي واحد قريصك ما تعرف واش فينا هو. بغينا داك الاخوان كنتمنى انكم تبارطاجيو اللايف، الله يجازيكم بخير، لاننا يعني حنا كنريسكيو بحياتنا يعني مغامرين باش نعطيكم شي حوايج اللي هما ماشي ساهلين، فكنتمنى انكم غير تبارطاجيو باش الميساج انه يوصل. فكنظن هنا كاينين يعني هنا كيف كتشوفوا كاينين الحوايج، يعني كاينين الملابس ها هما قدامنا، بلاستيك كاين واحد الساك ديال يعني كاين واحد الصباط ديال العيالات كيف كتشوفوا. اجي نحيدو من هنا وسمحوا لنا الاخوان يعني على 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 هاد الصور. فكاينين حتى يعني يعني كاينين الملابس ديال النساء، يعني الحوايج هما هي، كاينه صنداله ديال البنات هنا. كنظن الاسماء وقيله ديال نهيله، يعني ما عرفناش هاد الاسماء كيفاش كتبوا، يعني واش غير بالصدفه اولا ربما شي نهار قريصة وشي بنت جابوها لهنا وكتبوا لها سميتها ما عرفناش. يعني كنشوفوا انه كاين يوسف، يعني كاين اسماء ما باينينش مزيان، كاينه نهيله، كاين يوسف، كاين بالاضافه واحد الحاجه اللي هي قبيله في التروازيام ولا هنا. بلاتي خصني داك الدم اللي في الحيط ما بقيتش عاقل فين كنا شفناه. يعني كاينين كيف كتشوفوا معنا كاينين القنينات ديال الخمر، يعني كاين الشراب، بغيت هذيك ديال الدم. واحد الحاجه اللي هي ما عرفناش فين هي صراحه. خليكم انا الاخوان يعني نطلعوا طلعوا للتروازيام ايطاج ولا الدوزيام ايطاج، ما عقلناش بالضبط فين لاننا كان الدم في الحيط. فهذيك هي الحاجه اللي خلاتنا ندخلوا في هذا اللايف هذا. لا هذا السطح، لا لا لا، قاتل تحت، قاتل تحت. الاخوان مره اخرى كنقولوا اننا هاد اللايف هذا من مدينه فاس، هاد المنطقه هذه تابعه لاكدال. ففوالا هذه هي الحاجه اللي كنا كنتكلموا عليها. ف
فهاد الرسومات هذه فما عرفناش واش صباغه ولا دم، فالله اعلم. ولكن يعني جميع الاحتمالات وارده، ممكن تكون صباغه وممكن يكون الدم، لانه كيف ما انك لقيتي واحد الفيلا بالخلاصه هادشي هذا كله محروق، يعني ضجاج على العافيه هنايا، يعني واحد البلاصه اللي تلقى فيها الحوايج ديال العيالات وتلقى الصاك وتلقى الصباط وتلقى السميات ديال البنات مكتوبين في الحيط، فممكن انه يكون دم. حنا ما عرفناش، كنتمنوا انها تكون غير صباغه، كنتمنوا تكون غير صباغه وما تكونش شي حاجه اللي هي خطيره. ولكن حنا كنوجهوا النداء، حنا الدور ديالنا في هذه اللحظه هذه هو حتى داك المسؤول اذا كان ما بخبروش، فحنا كنوصلوا ليه. حنا ماشي مشكل حنا نضربوا تماره، ماشي مشكل حنا نضربوا تماره، حنا نعطيكم، حنا نعطيكم يعني النقاط السلبيه فين كاينه، حنا نعطيكم النقاط السوداء، لان الدور ديالنا هو حنا كنا الحمد لله كنتعاونوا في هذا البلد هذا، كلنا كنديروا يدينا، كنا حنا كنكملوا بعضياتنا. حنا ما كنقولوش انه المسؤول خاصو يدير كل شيء، ولكن حنا نوريوك الا كنت انت ما شايفش واحد الحاجه ماشي مشكل، حنا نوريوها لك فين هي. يعني كلش بعدا هذا الشيء راه كله تسرق، يعني البيبان، السراجم، اي حاجه خطر لكم في البال فهي تسرقات. فللاسف يعني والساده المنتخبين يعني فينا هما، يعني في غياب تام للمنتخبين، يعني المنتخبين ما عرفناش شنو هو الدور ديالهم، على الاقل انهم يجيو غير يسدوا، يجيو يسدوا هذاك الباب، الباب اللي هي برا. انا نعطيكم واحد النقطه اللي هي زوينه باش تعرفوا، نعطيكم الدرجه ديال الخطوره باش تعرفوا فين راحنا. فهذه ماشي فيلا وحده، عطيني الضو خويا العزيز هنايا، عطيني الضو تما، هذه عباره عن الله يحفظك هنايا، طيح شي شويه الضو لتحت. فهذه هنا مجموعه من الفيلات، يعني مجموعه، يعني كاين واحد ثلاثه ديال الفيلات ولا اربعه اللي هما كاينين هنايا. فبالتالي يعني يقدر اي واحد يجريسك يجي لك لهنا يهرب لك، فين غادي تشدوا ولا فين غتعرفوا، يعني الناس اللي ربما اللي ابناء ديال الحي ديال هذه المنطقه هذه، فيقدروا يعرفوك ان هنا كاين ثلاثه ديال الفيلات يقدر يتبعك. فما بالك بواحد مثلا الا كان براني وجريسيتيه وهربتي لهنايا، فكيفاش غادي يعرفك؟ يعني تقدر انت غادي تدخل من هذه الدار هذه، فانت تدخل من هنا تنقز وتمشي لديور واحد اخرين. يعني هادشي هذا راه هادشي خطير 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 هادشي هذا، وخاص يكون حل عاجل. فما دائما ماشي دائما حنا غادي نبقاو كنرميو المسؤوليه على السلطات الامنيه، ما يمكنش داك البوليس يدير كلشي، ان الامن الدور ديالو هو انه كيفرض الوجود ديالو، انه كيحاول انه يامن السلامه ديال المواطنين، ولكن ما غاديش يمكن له هو يجي يسد البيبان. فالمنتخبين ما غاديش يخسروا حتى شي حاجه، غتجيب واحد الكاميه واحد الفياج الطوبيه وديال السيما تسدو، يعني تسدو غير داك المدخل ديالها، غير الدخله ديالها تسدوه. واش حتى هذه ما تقدروش ديروها؟ يعني اقل الايمان، يعني اقل حاجه ممكن انكم ديروها، على الاقل غير سدوه غير بالطوبيه. حنا ما طلبنا منكم حتى شي حاجه في هذه اللحظه هذه، يعني الا ما قدرتوش توفروا للشباب حتى شي حاجه، ما قدرتوش تخدموا المواطنين، يعني ما قدرتوش تحسنوا الوضع المعيشي ديالهم، على الاقل غير سدوا لهم غير هذه الفيلا هذه، باش ما يكون لا كريساج لا والو، على الاقل حتى لو ما عطيتوش للمواطن والو غير امنوه. و كنتمنوا ان الميساج يوصل. لا اله الا الله محمد رسول الله. هاك اخويا العزيز.